زول حبيبي وحبيبتي، معكم حبيبتكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا. بعد وتصور لكم تشوفوا فيهم هو اللوك دو تيترو اللي راح نديره اليوم، الماكياج اللي راح نديره اليوم. كحد تصور راني حطيتكم لكم في الانستغرام وقلت لكم ان بحبتكم انتوما هاد المره تسموا الفيديو تاعي. راكم عطيتوني بزاف عناوين بزاف اسماوات، وانا يا حكمت اسم حطيت فيه كاع الصوالح اللي عطيتوهم لي هكا باش تكونوا سعيدين وكل واحد فيكم يلقى الحاجه اللي راهو حبها. هاد اللوك راني ديرتها بالات فاشن اللي شفتوني شريتها في الفيديو تاع مشترياتي، وقلت وليدي هي ديري لنا منها اللوك وديري لنا منها تيتوريال ولا على الاقل سواتش. كما راكم تشوفوا دائما انا كي نبدا في الماكياج تاعي راني نحط باز تكون مليحه. علاش نحط باز تكون مليحه؟ باش لي كولير تاعي يخرجوا لي شابين بزاف، سورتو لا باليت هذه اللي راني شريتها بوغمونطاسيون تاعها مليحه بصح ماهيش حتى التم باسكو ماهيش جوده فوق اللازم. راكم تشوفوا هذو لي كولير زوج راني خلطتهم مع بعضهم، وراني درت في البديه تاع العين تاعي وحتى طلعتها في حتى الحاجب. وكي طحت الحاجب البانسو تاعي كان تقريبا ما فيه والو، غير على جال باش نزيد تدرجات على الالوان تاعي تخرج حاجه طوب. كما راكم تشوفوا البديه تاع العين تاعي راني حطيت هذاك الجولد روز اللي جاي شويه برونز لي فريمون حاجه شابه، حطيتها غير في البديه تاع العين تاعي. ومن بعد كي نبدا نخدم لي كولير توجور انايا كي ندير حاجه تكون جولدن زعما حاجه ذهبيه ولا حاجه برونز ولا نحط في البديه تاع العين تاعي باش ما نوسخهاش، باش ديك المنطقه ما تتوسخش. راني جبت هادو زوج لي كولير مزجتهم مع بعضهم، حطيت في اللافان تاع العين تاعي راني ندير طبطبه نحطهم. بعد كي عاد نجبد بشويه نحط لا كولير نحط البرودوي فوق عينيا ومن بعد نجبد بشويه. وي راني نجري في الهضره. باه كيما راكم تشوفوا راني حطيته وراني جبت بشويه. ومن بعد كي ناش ندير بلانديك، ندي كاع الوقت تاعي لي راني محتاجته غير باش لا كولير تخرج لي مليحه سورتو مع باليت فاشن. فوالا راني استعملت صبعيه، راكم تشوفوا بلي استعملت صبعيه في لافان كي كملت، وراني وغادي نستعملها في البديه تاع العين تاعي. في البديه تاع العين تاعي علاش؟ باسكو لي دين تاعنا فيها زوي طبيعيه تساعد هذه اللي فيها بوبيغ يخرجوا لك فريمون طوب، يخرجوا لك يبريو وحاجه روعه. فوالا راكم تشوفوا دركا راني نحط في الفاغا بوبيغ. حاجه واحده اخرى بغيت نعلمكم بها باللي اللي حطيته الاولى في عينيا اللي كنت نقول لكم باز مليحه، باز مليحه نحطها في العين تاعي هي فوندو تاعي خلطتها مع البرايمر. بان دركا راني في عينيا تحت هذا اخ كونسيل الينير وتانيك تقدري ديريه كحول، راني درته تحت العين تاعي وراني درت بلاندينغ بهذا البانسو اللي جاي من بوينتي. فوالا هذه هي العين تاعي كيما راهي دركا راني قاعده نوري لكم فيها. درت العين الزاوجه وراني وليت لكم كم تشوفوا هاد الفاغا بوبيغ المارون راح نخدم به الحواجب تاعي. هاد الايامات راني نحب توجور نخدم الحواجب تاعي بحاجه سامبل وحاجه ما تكونش ثقيله. وعلاش؟ باسكو ديجا راني هاد الماكياج نديره لكم نوريه لكم بعدا كي راني نغسل وجهي ما عنديش بلاصه اللي راني حاطلها سو بورسا مانيش با ندير حاجه اكزاجيري. كم تشوفوا في هاد اللي راني دايره بزاف في يدي دركا اللي يشبه الماسكارا هو جل تاع ايبرو، هو جل الحواجب. كي تكوني دايره جل الينير وتكوني مكثره بزاف دي فوا كاين اللي بغي اكزاجيري في الحواجب تاعها ولا يبغي يكثرهم، وسيرتو الناس اللي ما عندهمش حواجب كاين اللي ما عندهاش الشعر في الحواجب تاعها كوني يدير الجال ولا يبان باللي راه مطراسيهم راهي راسمهم بصح شاولا كي يدير هذا الجال فوق تاع الحواجب فوق الحواجب تاعها يبانوك شغل صغيره طبيعيين. درك راني راح ندير فوندو تاعي. هاد الفوندو تاع بيبي كريم من ايفر بيوتي مادام راني ديتلكم من باليت ايفر بيوتي. فوالا راني دمجتها مع البرايمر تاعي وراح نوزعها على كامل الوجه تاعي. هذه اللي راكم تشوفوا فيها درتها في الوجه تاعي هي نفسها اللي درتها في البدايه تاع الفيديو تاعي اللي كنت نحكي ونخف. هذه هي نفسها اللي درتها في البدايه تاع الفيديو تاعي على عيني قبل ما ندير كاع لي فاغا بوبيغ تاعي. راني نوزع في الفوندو تاع بيديا ومن بعد كي نحكم بيوتي بلندر تاعي. هذه بيوتي بلندر اللي بزاف بنات قالوا لي بديه انا حابين نشرو بيوتي بلندر ما لقيناهاش وما عرفناش وين. بصراحه انا هذه ما عرفتش وين نلقاها وما تلاقيتهاش، رحت عند كوزميتي قلت له قال لي ما عنديش، رحت شريت وحده دير 20 ميل. هذه راكم تشوفوها في يدي دير 20 ميل ورحت شمختها بالماء ودرتها وعجبتني وخرجت لي غايه. كم تشوفوا بلي هاد الفوندو تاع اللي راني ندير فيها تما جولد روز دني دير غيب شويه. هاد البانسو كي ديري بيه ما غاديش يكثر لك وانما غادي يدير لك خفيف. هادي درت خفيفه باش الوجه تاعي ما يتلصقش ولا كش حاجه ولا ندير لها بودغ. دركا راني ندير في الكونتورينغ تاعي. في الحق هذا ماهوش كونتورينغ حتى التم، يعني غير باش نعطي الالوان ونعطي الابعاد لوجهي ومن باش كي الشحمه. ديجا راني بيضه كي الشحمه، راه جاي الصيف ومازال نروحوا للبحر ونطبرونزاو. المهم
راني ندير في الخدود تاعي وراح ندير في الجبهة تاعي هذا البرونزر جو بونس شي ذهب 20000 حاجه بطيخ رخيصه شي كاع حاجه مي فريمون عجبتني ودركا راني ندير في البلاش هذا البلاش من ماك فريمون حاجه مليحه وروعه توب لي فيديو تاعي تشوفوني ندير حاجه بطيخ ندير حاجه اوريجينال غادي نخلطها كاع ما يهمش الماكياج ما فيهش حدود المهم ان هذيك الحاجه ما تضركش الكور تاعك تجيك شابه والاحسن ماكياج فن يعني ما فيش حدود خلطي كيما راكي باغيه المهم ديري حاجه تكون طوب وشابه فوالا درك راني نخبش نحك في راسي باسكو بحرت لي ني نقولش ندير شابه قالي شابه ما بقاليش بقالي الهايلايت وبقالي البغيو باكسمو بقالي الهايلايت وبقالي الليبستيك تاعي الهايلايت غادي ندير من هاد لاباليت الشابه اللي عجبتكم ثاني ممكن ندير لكم منها تيتوريال غادي نقضب هاد الهايلايت اللي جاي في البلو ونديره في العلو تاع الخد تاعي هذا غير باش ندير اضاءه للوجه تاعي وهكا زيدني بزاف يعني زيدني ابعد الوجه تاعي المهم راني درك درت في النيفه تاعي وراني درت تحت راني نضحك المهم فوالا لكم لاحظوا بلي كي كنت ندير في الهايلايت تاعي فريمون عيني يبانو كبار هذا اللوك فريمون كبر العينين مالغير عيني كبار ميزات كبرهم لي عندي الغوج على تاعي اللي راني ندير فيه هو جولدن روز لا مارك جولدن روز وهاد لا كولور فريمون 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 عجبتني وعبالي عجبتكم بزاف وراني درت لكم ديجا في المشتريات تلقاوني حكيت لك عليها وراني عطاني ميرو انا عطيت كل شيء المهم فوالا هذا هو الفيديو كمل هذا هو اللوك اللي درته نتمنى يكون عجبكم الا عجبك الفيديو ما تنساش ديري لي لايك ولو كنت جديده معانا وعجبتك الفيديو تاعي وحابه يوصلك الفيديو جديد ما تنساش ديري اشتراك ديري سبسكرايب ديري ابوني في القناه تاعي نقول لكم نحبكم كانت معكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا وقولوا لي المره الجايه اش راكم حابين ندير لكم ولا عجبتكم هاد لابالة تاع ايفر بيوتي فاشن ندير لكم من هاد تيتور واحد اخر قولوا لي وانا راح ندير لكم نقول لكم نحبكم وتهلاو في روحكم.